احنا بالنسبة لنا كمؤسسات مالية ملتزمين بقرارات وتوجيهات مصرف البحرين المركزي بتطبيق الآلية المفروضة. فالتوجيهات كانت بتطبيق آلية معينة بتثبيت نسبة الربح وتثبيت مبلغ القسط الشهري بما يحفظ عدم تغيير مبلغ الالتزام الشهري والقسط الشهري، فإحنا التزمنا فيه. من وجهة نظري الشخصية كمحمد بوحجي يعني، ومن خلال خبرتي في التعامل المصرفي، هذه المبادرة سواء كانت من الحكومة أو البنوك الهدف منها إعادة توجيه السيولة لدعم القطاعات التجارية ومساعدة القطاعات والأفراد المتضررين نتيجة جائحة كورونا، والهدف منها تحفيز الاقتصاد ولكن بكلفة. فنصيحتي لكل شخص أن يقوم بدراسة مستفيضة ودقيقة بحيث يحسب التكلفة المترتبة على التأجيل مقارنة بالعوائد. فقرار التأجيل قرار تجاري بحت، يجب أن يتم دراسته من حيث العوائد والتكاليف مثل أي دراسة نقوم فيها لإدارة نشاط تجاري أو استثماري. طبعاً هذا يشمل الأفراد والمؤسسات سواء كانت قرارات على المستوى الشخصي أو على القرار المؤسسي، واستخدامه كوسيلة مساعدة وفق ضوابط وتخطيط مسبق للتغلب على التحديات المشاكل المالية الناجمة عن الجائحة، لكن ليس لدفع المصاريف وكماليات يعني ما أنزل الله بها من سلطان يعني.